أبنية طرابلس التراثية متروكة للتصدع والاهتراء. سلط تقرير الـLBCI الضوء أمس على هذه الأبنية وتراثها المعماري، فما هي الأسباب الشائكة التي تردع مالكيها عن ترميمها؟ الحوافز يلي هي بتحس المالك أنه يروح يرمم بيته مفقودة، خلينا نوجدها إذا كان بيحطه ببنك الإسكان. البريوريتي عم بعيد تكون لكل واحد بياخد بيت قديم وبيرمم وبيسكن فيه ويشتريه وبيسكن فيه، هذه بتحمسي. إذا بينقلوا بيلغوا رسوم الانتقال بالنسبة لهالبيوت، هذا شيء بيحمس. حط جزء من الضريبة على العمارة الحديثة حتى على العمارة القديمة. هذه الحوافز وغيرها لاحظها مشروع قانون اقترحته وزارة الثقافة في عهد الوزير غسان سلامة، وأقر إنشاء صندوق تساعد الدولة من خلاله المالك على ترميم 40-50% من المبنى، كما يلحظ تعديل قانون الإيجارات القديم الذي يبقى مشكلة أساسية تردع المالكين من الترميم. لكن المشروع نائم في أدراج مجلس النواب، والسبب بحسب مصدر داخل وزارة الثقافة هو السياسيون والنافذون، فهم متضررون من هذا المشروع بسبب امتلاكهم عدداً من هذه المباني. لكن حتى إقرار أي قانون تسعى مديرية الآثار بحسب ما فسر مهندسها خالد الرفاعي إلى تجميد هدم أبنية طرابلس عبر تدبير يمنع هدم أي مبنى قبل موافقة المديرية، كما العمل على إدراج عدد جديد من الأبنية على قائمة الأبنية التراثية الممنوع هدمها. لكن تصنيف الأبنية غير كاف والتجاوزات كثيرة. الرقابة مفقودة وهذا شيء خطر، لأنه ممكن يعمل الواحد اللي بده إياه. دائما عدم وجود الرقابة وعدم قدرة وزارة الثقافة على أنه توقف هذا الأمر، بالإضافة لضعف البلديات وعدم جدية بعض الأحيان، وإضافة إلى موضوع الفساد. أما بلدية طرابلس فتقول إنها عاجزة عن توقيف كل المخالفات، وهي تحاول استملاك بعض هذه المباني، لكن الاستملاك وحده ليس حلاً. نحن كبلدية صحيح صار عندنا يمكن وفر بالمال غير مسبوق بتاريخ البلدية عبر تاريخها، ولكن إذا ابتدأنا نحن بالاستملاك بمكان حنفتح على حالنا باب استملاكات كتير كبير غير قادرين نحن أن نأمنه. ويضيف غزال أن الاستملاك يشترط وظيفة استعمال اقتصادية للأبنية، وظيفة قد لا تجدها البلدية دائما. في انتظار التشريعات والحوافز التي قد تحمي هذه الأبنية التراثية، وأمام عجز مالكيها وعجز الدولة، يبقى الخطر في أن يكون مصير مدينة طرابلس كمصير مدينة بيروت، مدينة تفقد يوما بعد يوم هويتها. من طرابلس، دلال معوض، LBCI.